عليكم ورحمة الله تعالى. جاء يا جدا سبت الفقيرة إليك ألا ويعني بلادي مبارك الشعيد ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني أخواتي المسلمين. أعاد هذا العيد علينا وعليكم بالخير والبركة. أردت في هذه المناسبة أن أذهب إلى الحمام عليا أنظف وأغسل ذنوبي لأنني لا أزال لم أرى إلى المملكة العربية السعودية لكي أدي مناسك عمرة أو حج لأنها لا تنوي هذه الحكومة السعودية إلى مطالبنا الجهادية و يعني أفضل أن أغسل ذنوبي على الطريقة التركية ألا وهي الحمام العربي التركي وهي نسبة إلى أخي رجب أردوغان ورحمة الله السلام جيجا وهو أعاننا كثيرا وأعان كل أخواننا كما تعلمون. وقد استدعيت يعني أخي الباشي قائد سبسي لكي يقوم بحمام وينظف ما بداخله من أوساخ يعني شتاء. أيا أتهاني بروحك وسخ يا مسخ أشكون مسخ أنت ولا أنا؟ أنا أقول لك حاجة اسمعني يا مولاي. أيا الطياب هل هفات هل هذايا ما عادش جاي نزف رمه هنا الحمام فهمت؟ أنا حبيت شوف مناسبة لعيد ميلاد هذايا فكرتي محسوب جيت لعيد ميلاد فهمت؟ شو نقول لك؟ شغالين هنا ونمشي خيسة نعمل زوجة ونخرج بحيث يزن مسخان قالوا نظيف كذا مش نظف عقديش مش نظف الوعد ولا جسم ولا قلب بحيث غني حبيبي تبدي مولاه تهانا في عيد ميلاده عشاها 100 عام بحيث ايش 100 سنه اكثر من واكثر من ركيب فهمت بحيث تقعد عبره لمن يعتبر عشب عشب مش عشب حسن. شكرا اخي العزيز يا حمام اخي الحمام يا غلام انا قلت لهم ياتوا لي بالغلمان يعني في هذا الحمام علنا نستمتع بمشيئة الله سبحانه وتعالى بما تيسر لنا من الغلمان تنقصنا الجواري ولا أريد أن يعني أفصح عن بعض الأشياء. والسلام عليكم جدا ورحمة الله تعالى جدا. أيها الغلام يا طياب يا غلام تعالى أنتظرك في حر من الجمر. Ha 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 ha